نعم، بالفعل خلال ليلة أمس تم تسجيل عدة حوادث متفرقة عبر إقليم اختصاص الطرق الوطني، كان أخطرها الحادث المروري المميت الذي سجل بولاية البيض والذي خلف 4 وفيات وإصابة شخص واحد. الحادث المميت وقع ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 118 الرابط بين ولايتي البيض وأضرار، بالضبط على بعد حوالي 120 كيلومتر على بلدية البنود. حسب المعلومات الأولية وقع الحادث بين مركبة سياحية وشاحنة للوزن الثقيل على الساعة 8 ليلا. عند وصول المركبة السياحية إلى مكان الحادث اصطدم مباشرة بالشاحنة التي كانت متوقفة على الجهة اليمنى بجانب الطريق. كما قلت خلف الحادث للأسف الشديد وفاة 4 أشخاص رحمهم الله وإصابة شخص واحد بجروح مختلفة، حيث فتحت فرقة الطرق الوطني المختصة إقليميا تحقيقا في حيثيات الحادث. كذلك بولاية قسنطينة حادث مميت للمرور على مستوى الطريق الوطني رقم 5000 في جزئه الرابط بين بلدية سيدي خليفة التابعة لولاية ميلا والطريق الوطني رقم 79 بالضبط بالمكان المسمى جنان بروينة بلدية ابن زياد، أسفر الحادث عن وفاة شخص واحد. بولاية باتنا كذلك حادث جسماني للمرور على مستوى الطريق الوطني رقم 87 أسفر عن إصابة 4 أشخاص. كذلك بولاية جيجل لدينا حادث جسماني آخر على مستوى الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي جيجل وبيجاية بالضبط بمنطقة الكهوف العجيبة ببلدية الزيامة بمنصورية، أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص. وكذلك إصابة 5 أشخاص بولاية أم البواقي بالطريق الوطني رقم 48 الرابط بين ولايتي أم البواقي وميلا. نعم سيد بشحيط، ماذا عن بقية الحصيلة فيما يتعلق الأسبوع الماضي، الحصيلة الأسبوعية التي تم تسجيلها على مستوى وحداتك؟ نعم، بالنسبة للحصيلة الأسبوعية التي سجلت عبر إقليم اختصاص الطرق الوطني خلال هذا الأسبوع الأخير، تم تسجيل 111 حادث مرور، أسفرت هذه الحوادث للأسف عن وفاة 51 شخص وإصابة 175 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة. تعود دائما أسباب هذه الحوادث إلى العامل البشري، حيث تسبب السواق في 92 حادث، لا سيما عدم تخفيض السرعة في المنعرجات ب 17 حادث، التجاوز دون أخذ الاحتياطات اللازمة ب 14 حادث، أما المرة فتسببوا ب 11 حادث. مقارنة مع الفترة الماضية أي الأسبوع الماضي نلاحظ ارتفاع طفيف في عدد الحوادث ب 7 حوادث، كذلك ارتفاع في عدد الوفيات ب 9 وفيات، وكذلك ارتفاع في عدد الجرحى ب3 جرحى. ولاية الجزائر العاصمة كانت على رأس الولايات التي سجل عبر شبكة طرقاتها أكبر عدد من هذه الحوادث ب14 حادث، تليها ولاية المسيلة ب10 حوادث، وفي الأخير ولاية عين تفلة ب7 حوادث. نعم أكيد سيد بوشحيط، الأيام الماضية سجلنا ارتفاع في الضباب وأيضا الجليد في الطرقات، هل سجلتم أي نقاط سوداء على مستوى مناطق تدخلكم؟ نعم بالفعل، كان يعني المناطق التي تشهد كثرة الجليد والضباب تم تسجيل عدة مناطق كان اختارها الطريق السيار بمنطقة 14 بالمنطقة المسمات أولاد والي، حيث شهدت مساء البارحة ضباب كثيف، ليلة البارحة ضباب كثيف، وكذلك بالطريق السيار بولاية برج بوعريريج بمنطقة الياشير كذلك ضباب كثيف ليلة البارحة، ومنطقة الهضاب العليا كذلك بالطريق الوطني رقم 5 دائما ببلدية بئر العرش هناك تساقط للجليد في الصباح الباكر، وكذلك بطريق السيار شمال الجنوب بالضبط بمنطقة وزرة بولاية المدية هناك تشكل للجليد. دائما ننصح السواق ومستعملي الطريق بتخفيض السرعة وكذلك استعمال أضواء الضباب عند الوصول إلى هذه المناطق الخطيرة. كذلك بالطريق السيار دائما بالمنطقة أو بالنقطة
النقطة السوداء بولاية عين تفلة بالمنطقة المسماة عين تفيت، دائما تشكل للضباب مع الصباح الباكر وتشكل للجليد. ننصح دائما السواق دائما بالحيطة والحذر بهذه المناطق. كان هذا سيد بوشحيط بالنسبة للجليد. هل لك أن تقدم بعض النصائح خاصة في ظل الأيام الأولى للسنة الجديدة؟ العائلات تتوجه نحو عائلاتها من أجل ربما لقاء، كيف هي النصائح التي تمدها اليوم؟ نعم، سأقوم بتقديم مجموعة من النصائح والإرشادات على ضوء يعني دخول السنة الجديدة 2022. كذلك لقد يعني تم تنفيذ مخطط أمني شامل من طرف قيادة الطرق الوطني، كان بداية من يوم يعني بدايته كانت من يوم الخميس، عطلة بداية عطلة نهاية الأسبوع والتي تصادفت يعني مع عودة يعني العائلة من ديارهم إلى مناطق عملهم أو إلى مناصب عملهم، حيث سيتم تكثيف وانتشار الوحدات في الميدان لضمان مراقبة فعالة لشبكة الطرقات عبر جميع المحاور لا سيما الرئيسية التي تشهد كثافة مرورية، حيث تم وضع سدود توجيهية لإعطاء الحلول المناسبة والميدانية لمستعملي الطريق في حالة تسجيل اضطرابات في السير. كذلك تم استعمال كذلك في هذا الشأن أو إستاء تعليمات للتشكيلات الجوية لضمان التغطية الجوية الفعالة بمناسبة حلول هذه السنة الميلادية الجديدة، وتوفير الدعم الجوي للوحدات الإقليمية ووحدات أمن الطرقات ووحدات حراس الحدود بهدف تحقيق الفعالية دائما في ضحض والتصدي لأي محاولة تهدد الأمن العمومي والنظام العام، لا سيما على مستوى المناطق ذات الكثافة السكانية الكبرى، أماكن الراحة والتجمعات وكذا المناطق السياحية. ومن هذا المنظر يعني أنصح مستعملي الطريق بتفادي السياقة دائما تحت تأثير الكحول، كذلك التحلي بأكبر قدر ممكن من الحيطة والحذر عبر الطرقات، احترام قانون المرور والالتزام بمختلف قواعد السياقة السليمة الكفيلة بضمان أمنهم وسلامتهم، دائما تخفيض السرعة خاصة في المنعرجات السرعة يعني التي تحصد العديد من الأرواح، عدم القيام بالتجاوز دون أخذ الاحتياطات اللازمة. أما بالنسبة لسواق الحافلات فأقول لهم يجب أخذ قسط كاف من الراحة والنوم قبل التأهب للسفر، احترام أوقات الراحة، التقيد بأوقات السياقة المحددة قانونا، وكذلك على سواق مركبات الوزن الثقيل التقيد بالحمولة القانونية مع الالتزام بتغطية الحمولة وعدم نقل الحمولة الزائدة، احترام إشارات المرور دائما واجب. وفي الأخير أقول لهم الاتصال بالرقم الأخضر 1055 الذي هو في الخدمة 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وكذلك صفحة الطريق للإعلام المروري. الرائد سمير بوشحيط مكلف بالاتصال والإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وبداية يوم موفق. شكرا لكم.